إذا معنا سي مهدي مزواري عن الفريق الاشتراكي. القراءة ديالكم للدورات ديال المجلس البلدي منذ تولي عنترة رئاسة المجلس. وتتشوف الدورة تتمر في أجواء عادية بطبيعة الحال، تيكون نقاش وهذا هو المهم. اللي كان كيخص المحمدية فيما قبل هو النقاش على المصلحة ديالها. اليوم كاين نقاش وكاين تداول، كاين اختلاف بعض الأحيان، ولكن المؤطر العام هو المصلحة ديال المحمدية. اليوم المجلس غادي في إطار واحد التوجه ديال الإصلاح، ولكن الإصلاح الهادئ بلا صداع بلا غوات بلا، وبالتالي احنا حاطين في الطاوله واحد العدد من المشاكل وواحد العدد من الاوراش اللي بدينا كنلقاو ليها الافق والحل، وغادي تعلن عليها في الوقت المناسب. وحنا راه الناس ما خصهمش يعتقدوا انه المجلس في واد والمشاكل ديالهم في واد، بالعكس احنا راه مواطنين كذلك تنعيشوا وسط المشاكل اللي تعيشوا فيهم سكان المحمديه، وبالتالي احنا حريصين على الحل للمشاكل. اولا لانه احنا جينا عند الناس في الحمله الانتخابيه ووعدناهم بحل هذه المشاكل، وتتعرفوا بانه احزابنا بجوج، لا الاتحاد الاشتراكي ولا العداله والتنميه، احزاب اللي مصداقيتها كتجي من هذه الاشياء، من الالتزام اللي عندها مع المواطنين. اذا الامور غتكون جيده في المستقبل. انتم عندكم خبره في دورات المجلس البلدي وكتعرفوا طبعا كيفاش كيسير المجلس. النقطه اللي كتفيض الكاس عند التجمع الوطني للاحرار هو مشكل ديال لافاليز اللي انسحبوا من الدوره للمره الثانيه، يعني كيف شفتوا الانسحاب وما كتفكروش انتم ايضا تعملوا هذه المساله هذه، ولا عندكم انتم الطريقه ديالكم الخاصه؟ لا، هو الانسحاب، انا الى قدر شي واحد يجاوبني واش الانسحاب غيحل لافاليز، ما انا نمشي معاه من غدا من البارح. وشكل من الاشكال؟ لا، شكل من الاشكال، ولكن الانسحاب تيكون احتجاج على موقف سياسي، على قضيه كبيره كتسجلها وتتبقى تناضل عليها، ماشي كتجي كل دوره عاد كتجبدها وكتقول انا غننسحب. حنا في الاتحاد الاشتراكي عبرنا على الموقف، وانا كنت صادق مني قلت بانه لو كنت انا مكان عنترة كنت ديت التراكس ودزت في هذاك البارير والكاريطه، كنت صادق وفعلا نقدر نديرها ويوقع اللي بغى يوقع، لانه قرار غير مؤسس تيتطاول على اختصاصات المجلس، ما يمكن الا التعامل معه بهذه الطريقه. هل من الضروري او غير من الضروري ان الرئيس المجلس البلدي انه يجاوب على السؤال اللي طرحه العطوان؟ ماشي من الضروري، لانه ما كانش في جدول الاعمال. رئيس المجلس البلدي كي مرتبط باجنده وبقانون وبنص تنظيمي جدول الاعمال. اليوم الفريق ديال التجمع الوطني الاحرار طرح نقطه النظام طبيعه الحال وكمل الانسحاب ديالو فقط. حنا ما عمرنا كنكونوا مع سياسه الكرسي الفارغ، حنا خصنا نبقاو جالسين باش ندابزوا على مصلحه المدينه. الا مشينا كاملين غيبقاو الناس ضايعين، بالتالي حنا انتخبونا الناس باش نجيو ندافعوا عليهم ماشي باش نسحبوا. اذا نقدروا نقولوا ان قطار التنميه وقطار الاصلاح بمدينه المحمديه واش واخذ السكه صحيح؟ واخذ السكه الصحيحه، التفكير كاين، النقاش كاين. وخصك تعرف واحد القضيه السي خالد، انه اليوم قرارات اللي كتهم المواطنين حنا حريصين من ناخذوها الا بتشاور مع المواطنين. واحد العدد من القضايا اليوم اللي كتاجل هي مازال ما جبناهاش، حنا منفتحين في نقاش مع الهيئات، مع الفاعلين، مع المواطنين وسط الاحياء. يعني اليوم الكلمه الاولى والاخيره ماشي للمجلس، حنا ماشي قياده ديال المجلس وانجلسوا في البيروات، حنا واحد المنتخبين ولاد هذه المدينه اللي خصنا نمشيو نجيبوا القرار من عند المواطنين عاد نرجعوا نطبقوه. اذا نتمنوا خير للمدينه ان شاء الله.